بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم يا رب. النهاردة هنتكلم عن نبات جميل جدا، بسم الله ما شاء الله، بيظهر طول السنة طول السنة، اسمه اللانتانا أو اللانتانا قمارة، أو اسمه أم كلثوم باللغة يعني الدرجة في الدول العربية. اللانتانا أو اللانتانا قمارة أو أم كلثوم من النباتات أو الشجيرات المعمرة اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما بتحتاجش لأي عناية ولا أي مجهود خالص. بمعنى إيه؟ بمعنى حضراتكم إن النبات دون بيتحمل أي نوع من أنواع التربة، التربة الملحة، التربة الفقيرة، التربة اللي هي ما فيها السماد، بيتحمل الحرارة بتاعة الوطن العربي بتاعنا ممكن توصل بدون مبالغة لخمسين درجة. يعني النبات ده بيتحمل الشمس، هو من محبي الشمس والضوء المباشر، ما ينفعش يبقى نبات داخلي. ده بيبقى شجيرة بتوصل طولها ما بين اللهم صل على النبي ما بين متر إلى مترين. يبقى هو شجيرة نبات خارجي محب الشمس وبيتراوح طول من متر لمترين. طيب النبات ده بيحتاج تسميد؟ ما بيحتاجش تسميد غير ممكن مرة أو مرتين في السنة بدون مبالغة. النبات ده بيتكاثر بإيه حضراتكم؟ بيتكاثر عن طريقتين، طريق البذرة بتاعته، تمام، أو عن طريق العقل. ألاقي عقلة مثلا في الشجيرة بقى، مش اللي هي صغيرة زي دي، نجيب عقلة بطول مثلا حوالي 30 سنتي، بنزيل منها الأوراق السفلية، بنضعها في قصيص، وبعد كده إن إحنا عفوا عشان الصوت بتاع وبعد كده بنضعها في قصيص حضراتكم، وبعد كده بنحط عليها يعني بنغرزها في القصيص كويس، وبنردم طمل، وبعد كده حضراتكم بنقوم عاملين، وبعد كده حضراتكم نقوم سقينها ري غزير، ونحاول بقدر الإمكان نحطها في مكان ظليل لحد ما تنمو. يبقى عرفنا إن هو بيتكاثر بإيه، وعرفنا إن هو بيتحمل الحرارة، وده نبات خارجي وفي منه عدة ألوان. ده أنتوا اللي حضراتكم شايفينه الأصفر، في سبحان الله بتبتدي الوردة لما بتعمل بتبقى زي ما حضراتكم شايفين كده، هو أهو تمام. وبعد كده حضراتكم بتبتدي تنتج اهي، سبحان الله، بتبتدي ابيض الاول، وبعد كده بتبتدي تنتج بقى ايه الوريقات او الايه الزغب بتاعها بالالوان، اصفر، ممكن الوان متداخلة، جميل جدا جدا وريحته حلوة قوي. انا عن نفسي وانا صغيرة لما كانت البذور بتاعته بتبقى بتنضج وبتتحول للون الاسود كنا بناكله، انا ما اعرفش هما بيقولوا سم، بس احنا واحنا اطفال كنا بناكله. المهم أنصحكم لو أنتوا عايزين تزرعوا نباتات خارجية ما ينفعش داخلي نهائي، يبقى تزرعوا قدام مثلا في الروف، في الأسطح، قدام الجناين، قدام في العماير، بننسق بيه. والتقليم بتاعه ممكن نبتدي نقلمه وسهل التقليم جدا، يبقى لا هو الأمراض بتاعته بسيطة جدا، نادر لما بتصيبه أمراض اللي هي بتاعت النبات اللي هي مثلا الذبابة أو المن الأبيض، تمام. يبقى احنا حضراتكم عرفنا بقى بالتكاثر، وعرفنا التربة، عرفنا الحرارة، عرفنا كل حاجة. بتسقي قد ايه في الصيف؟ بتسقي مرة واحدة في الاسبوع، في الصيف مرة واحدة في الاسبوع، في الشتاء مرتين او ثلاثة في الشهر. يا رب تكون الفكرة وضحت لحضراتكم، وحضراتكم ازرعوه جميل جدا، وما تنسوش حضراتكم لايك وشير واشتراك في القناة. شكرا، السلام عليكم.